الشعار نظام غذائي صحيح يساوي نمو صحيح، هو شعار هذا اليوم بالمناسبة أخي ثلاثة كما قلنا باليوم العالمي للتغذية. وزارة الفلاحة هي المعني رقم واحد في الإشكالية توفير الغذاء أو ما يسمى بالأمن الغذائي. هل الجزائر في منأى عن ما يسمى بظاهرة الجوع بالنظر إلى القدرات الطبيعية والقدرات الإنتاجية الفلاحية التي تتوفر عليها والتنوع المناخي الفريد أحيانا من نوعه؟ لا، حاليا يعني الجزائر هي لها قدرات يعني مناخية وقدرات إنتاجية جد حسنة، وهذه القدرات سمحت لنا يعني باش نحسنوا يعني في إنتاج وفي المردودية يعني في كثير من الشعب التي يعني نهتم بها يعني في القطاع الفلاحي. وأخيرا يعني السنة الماضية الجزائر المنظمة الدولية يعني للتغذية منحت ميدالية للجزائر لأنها نقصت بكثير وحصلت على الاوبجيكتيف يعني الهدف اللي كان الذي كان مسطر يعني باش نقصوا بين الجوع والفقر. وهذه الميدالية يعني نالتها الجزائر كنتيجة لكل جهود التي قامت بها يعني خلال هذه السنوات الأخيرة، خاصة في إطار يعني البرنامج الوطني يعني للتنمية الفلاحية والريفية يعني اللي انطلق في 2008. أستاذ روان، ربما تكلمت عن الميدالية، هل الجزائر يعني نستطيع القول منا على 5 سنوات أو 6 سنوات نتخلص من إشكالية الاستيراد؟ لا. لماذا؟ لكل فئات لا، لبعض الفئات صحيح. ما هي هذه الفئات؟ مثلا حاليا يعني بالنسبة للخضر والفواكه رانا نتجو الإنتاج هو وطني ونكفي 100% بالحاجيات نتاع المواطنين. بالنسبة للحوم نفس الشيء. وبالنسبة للحليب وبالنسبة للحبوب فيه يعني نقائص يعني إنتاج ناقص يعني، وهذا متعلق يعني بالمناخ. كما تعرف المناخ الجزائري هو اللي كاركتيريزي يعني من عنده يتميز يعني بنقص في المياه والإنتاج كمية الأمطار يعني السنوية ووجودها يعني في الوقت اللازم موسمية. يعني موسمية. بالنسبة للحبوب كلها كل الزراعات مطرية، وبالنسبة للعلف نفس الشيء كلها مطرية، وهذا يؤدي أن فيه من سنة إلى أخرى حسب كمية الأمطار تكون النتيجة الإنتاج يكون عالي أو ناقص. لماذا هذا الاضطراب ولماذا هي مطرية؟ لماذا لا نذهب إلى زراعة يعني متطورة ونخرج من النظرة التقليدية للزراعة التي تعتمد على زرع الله ونبت الله إلى زراعة تعتمد على التكنولوجيا والبحث ومواكبة هذا التطور الحاصل في العالم؟ حاليا يعني رانا في كما نقولوا احنا النمو، رانا في تطور لكثير من الشعب مثل شعبة الحليب، الفاعلين راهم متكونين، راهم عندهم عتاد لباس به، عندهم مبقار من لها يعني انتاج امكانيات باش تنتج الحليب عاليه جدا الى اخره. بالنسبه للفواكه مثلا نستورد بودره الحليب صحيح، لان ازمه بين المره والاخرى وترتفع اسعار الحليب، وما زال الدعم الدوله هو الذي يضمن استقرار هذه الشعوب في الخارج. صحيح ان البودره نستوردوها والاسعار ممكن تطلع أو طلعت السنة الماضية كانت ارتفعت وصار كذا، ولكن لازم نعرفوا باللي بالنسبة لكمية الحليب اللي راهي موجودة يعني اللي راهي تنتج في الجزائر راهي على ارتفاع كل سنة مستمر. وصلنا إلى تقريبا 50% من الإنتاج من الحاجيات منتوجة في الجزائر من الحليب، لازم المواطنين يعرفوها. والحليب اللي نجمعوه يعني الفلاحين يدفعوه يعني المربيين يدفعوه للشركات يعني اللي تنتج الحليب هو اكثر من تقريبا وصلنا الى مليار، يعني 50% من الانتاج راهو يدخل يعني الباقي راهو يستعمل يعني في الريف من العائلات الى اخره، ولكن هذا خلال 5 سنوات الاخيره فقط. وان شاء الله في 5 سنوات المقبله البرنامج الجديد يعني 2015 2019 راح نوصلوا الى انتاج
ربما اكتفاء، هذا ممكن، لأنه التقنيات الحديثة كلها موجودة يعني بين أيدي المربيين الحاليين، ولهذا الشيء يعني في المستقبل إن شاء الله نوصلوا لهذا الاكتفاء بالنسبة للحليب. بالنسبة للبودر صعب شوي، لأنه كما كنا نقول الزراعة مطرية، وما يكونش مستحيل باش 3.5 مليون هكتار اللي رانا نزرعوها 500 ألف اللي رانا نزرعها باش تكون تحت الري التكميلي، يعني كما نستعملوا حنا الري التكميلي لأنه ماشي ري كامل، ممكن نوصلوا ربما إلى 600 ألف هكتار تكون مروية يعني نسقية، وهذا لما نسقي الحبوب نوصلوا إلى 50 قنطار في الهكتار، وهذا يخلينا إذا وصلنا إلى 600 ألف هكتار يخلينا بلي 30 مليون قنطار تكون منتوجة يعني ان توت سيكوريتي بكل أمان، والمساحات الباقية يعني نطوروا في التقنيات إلى آخره، ولو ما تكونش مسقية نطوروا في التقنيات باش نوصلوا تقريبا إلى 20 أو 25 قنطار في الهكتار، وهذا يسمح لنا يعني باش نوصلوا تقريبا في من 2019 إلى 70 إلى 80 مليون قنطار في الهكتار، وهذا في إنتاج وطني سنوي، وهذا يسمح لنا باش نوصلوا إلى كما نقولوا اكتفاء تقريبا ب 85% للحاجيات يعني تاع المواطنين. السنة الفارطة سطرتم استراتيجية على 50 مليون ولكن تحقق فقط 30 مليون لا 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 لا. منذ انطلاق هذا البرنامج هذا نتاع التنميه، نتكلموا على التنميه الزراعيه، خلال الربع سنوات الماضيه ما نحسبش 2014 كان البرنامج مسطر باش نوصل الى 50، وصلنا الى 49 مليون قنطار كل سنه معدل، لانه كان المناخ يعني مناسب كافي يعني لا باس به. بالنسبة للسنة هذه الأخيرة كان جفاف، ومن 3.3 مليون هكتار اللي زرعناها راحت انظهرت تقريبا 800 ألف هكتار، الثلث تقريبا من المساحة اللي كانت مزرعة من الفلاحين، يعني ثلث الإنتاج مشى، أي 34 مليون، وكانت السنة يعني لاباس بها صحيح كما بالنسبة للمناخ، لو وصلنا ل 50 مليون كما السنوات الأخيرة يعني. كيف يمكن تفادي هذه الخسارة؟ ثلث الإنتاج بالري التكميلي، باستعمال الري التكميلي، هذه هي اللي حبينا. أين وصل برامج تطوير الري التكميلي في الجزائر؟ راهي وصلنا بالنسبة للحبوبة فقط راهي في 200 ألف هكتار حاليا يعني، والبرنامج اللي كان مسطر كان هو 350، يعني ما وصلناش للهدف اللي كنا سطرناه، ولكن فيه امكانيات اخرى اللي راح نحط نوضعوها يعني في هذا البرنامج تاع الحبوب باش نوصلوا يعني للهدف اللي رانا سطروه في الخمس سنوات الاتيه ان شاء الله. تحدثتم سيد زغوان عن تجنب او استطاعه قطاع انتاج الخضر والفواكه ان يتجنب هذه الاضطرابات في قضيه الانتاج ويحقق نوعا ما اكتفاء ذاتي، ولكن لاحظ سعر البطاطا اليوم 100 دينار، لاحظ اسعار هذه المواد ترتفع الى مستويات عليا ثم تنخفض، فالمواطن الجزائري أصبح يعاني نوعا ما، ليس كل المواطنين أصحاب الدخل المتوسط، من نوع من سوء التغذية بسبب الارتفاعات المضطربة للمواد الأساسية خاصة مثل البطاطا. كيف تفسرون هذا الاضطراب؟ هل يؤثر في السياسة العامة المسطرة؟ لا لا، شوف بالنسبة للجزائر يعني الحاجيات اللي بوزوا كما نقولوا احنا المواطنين باش نكفيو يعني رانا ننتجوها، وهي تقريبا 40 مليون قنطار البطاطس، والسنة الماضية كنا وصلنا إلى 44 مليون إلى النشافي مليح، هذه السنة خسرنا تقريبا كانت نقص في 10% من الإنتاج الوطني اللي وجدناه السنة الماضية، وهذا يكفي يعني باش يلبي حاجيات كل المواطنين، ولكن فيه مشكلة يعني في نظام السوق التسويق يعني تسويق المنتوج، وهذا يعني وزارة الفلاحة ما عندها حتى دخل، هذا وزارة التجارة ربما وزارة التجارة، ولكن ماشي لوزارة التجارة، هذا لازم كل فاعلين في هذه الشعبة يدخلوا، سواء كانوا فلاحين أو
غرف وطنية أو ولائية أو وزارة الفلاحة وزارة كيف يتدخلون؟ بتنظيم بتكوين حاليا واش درنا؟ كونا المجالس للشعب ومجلس شعبة الحبوب، مجلس شعبة البطاطس، مجلس اللحوم، الحليب إلى آخره. وهذه الشعبة، هذه الشعب، هذو لي كونساي، هذو لي المجالس هذه كوناهم متأخرا يعني خلال هذه السنة، ولازم هم وقت باش يتنظموا باش يوصلوا باش يحد يتدخلوا، وكل يعني الفاعلين اللي راهم في هذه الشعبة ممكن يعطيو كلمة تاعهم باش يوصلوا. يشرحهم ما سطرته وزارة الفلاحة من برنامج متنوع لإحياء هذا اليوم العالمي للتغذية الذي جاء بشعار عالمي والزراعة الأسرية إشباع العالم ورعاية الكوكب. هناك برنامج يعني ما شاء الله ثري جدا سطرته وزارة الفلاحة والبرنامج بين يدي، حتى هناك وزارات عديدة يعني من بين المعنية في هذا البرنامج. لأول مرة نرى وزارة الفلاحة تهتم بشكل كبير بهذا مسألة التغذية، يعني ما هي الخطوط العريضة لهذا البرنامج؟ أنت أكيد من بين المشاركين. لا لا، شوف، كل سنة وزارة الفلاحة تهتم بهذا اليوم الغذائي وتحتفل به، ماشي هذه هي أول سنة. سنة في قصر الثقافة المكتسبة. هذه السنة، السنة الماضية كان في 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 الباماريتيم في لافوار في قصر المعارض، والسنة اللي كانت من قبل كان في نفس المكان يعني، وفيه يحضر تحت شعار وزارة الفلاحة، ولكن مع المنظمة الدولية للغذاء للأمم المتحدة، منظمة التغذية العالمية فوالا FAO. والبرنامج هذا يسمح لنا باش يعني نعلموا كل الفاعلين والمواطنين عن يعني ما هي، ونوصلنا يعني في برنامج التنمية الفلاحية والريفية. تركيز كذلك ملاحظ عن الجانب الإعلامي بصفة، يعني برنامج خاصة في الجانب الإعلامي برنامج يعني ثري جدا. صحيح، وسيكون يعني خلال هذه الايام، هذا اليوم، اليوم والايام المقبله تكون معارض، يعني كان معرض في قصر مرتضى زكريا، فيه معارض موجوده يعني في الولايات يحتفلوا تحت اشراف المديريه للفلاحه بالولايات. فيه راح يكون يعني دي كونفرنس يعني تدخلات، فيه دي طابلو روند يعني تعويضات مستديرة، يعني فيه دي كونكور يعني مسابقات للأطفال يعني للرص، ويبدو يعني ممتاز إلى آخره. دونك كل هذا سي زغوان، نعود إلى حوارنا. برنامج فعلا ثري، نتمنى التوفيق لوزارة الفلاحة في تجسيد الأهداف المسطرة. نريد أن ندخل إلى النظام الغذائي الذي هو المواطن الجزائري يوميا يعني صح التعبير يتأقلم معه. هناك من يقول لك أن النظام الغذائي للمواطن الجزائري أصبح أكثر منه كيميائي من طبيعي، يعني وأصبحت الأسمدة الصناعية هي غالب في الزراعة اليوم في الجزائر. يعني أين هي مكانة الزراعة الطبيعية التي تعتمد على الموارد الطبيعية من أجل تفادي ما هذا الخطر ما يسمى ب أو محدق من سرطانات ناتجة عن هذه الأسمدة الصناعية؟ لا، المشاكل تكون أكثر إذا استعملنا كميات عالية من المبيدات. بالنسبة للأسمدة يعني لا، بالنسبة للأسمدة الكميات المستعملة بالجزائر يعني في الفلاحة توصل إلى 22 كيلو في الهكتار فقط، وهذه كميات ماهيش كافية يعني باش تسمح سواء للإنتاج باش للإنتاجية باش تكون عالية أو باش تضر يعني المواطن. سابقا كانت نظرة سلبية أصبحت اليوم إيجابية. صحيح، لأن ما نقارن مع البلدان المتطورة يعني هما حاليا يحاولوا باش ينقصوا مما يمكن يعني من سواء من المبيدات أو من الأسمدة. وحنا رانا موجودين يعني تقريبا، حنا كنا نقولوا الفلاحة الجزائرية هي أكثر بيولوجية وإيكولوجية، وليس يعني كما كانت تقول يعني مستعملة لكميات كبيرة من المبيدات أو من الأسمدة. وهذا يعني
جانب إيجابي للجزائر، جانب إيجابي للفلاحة، ولكن في فيه برنامج يعني، ولكن برنامج ماهوش واسع يعني، باش نطوروا يعني في الاستعمال للإمكانيات كما كنقول طبيعية يعني، ونقصوا من، ولكن لما تنقص من السميدة ومن المبيدات تنقص في المردودية وفي الإنتاج يعني، يعني كونتراديكسيون يعني بين متينة بين استعمال يعني، ولكن بصفة عقلانية، يفو الفيرتيليزاسيون كما نقولوا حنا ريزوني عقلانية مع الفلاح في استعمال هذه المبيدات وهذا الأسماك. لها تأثير يعني هذه المبيدات في الزنبرداي أكيد. السؤال لازم تطرحه للمختصين في مختصين في عالم التغذية. نطرحك سؤال خاص للأطباء. نطرحك سؤال خاص بالفلاحة. ماذا ما هو الخطر المحدق الذي قد يهدد الفلاحة في الجزائر؟ يعني بالنظر إلى أنه في برامج دعم، فيه سياسة الدولة يعني لدعم الفلاح ودعم الإنتاج الوطني، ولكن هناك إشكالية مياه. صحيح، إشكالية المياه هي كبيرة جدا، ولكن لما نشوف يعني برنامج فخامة السيد الرئيس يعني عبد العزيز بوتفليقة يعني بالنسبة للفلاحة هذا السنة يعني في البرنامج المقبل، ارتفعت يعني المساعدة يعني المالية لهذا البرنامج من 200 مليار دينار للسنة إلى 300 مليار دينار للسنة، وهذا راح يخلينا يعني نحسن ونكتفوا من العمل باش نوصلوا يعني استعمال الري التكميلي، لأنه الري التكميلي الري يتطلب يعني تكوين، يتطلب عتاد، يتطلب كما نقولوا احنا ديفيرسيفيكاسيون يعني عتاد مهمش، ويتطلب كذلك إرادة من أجل تحسين الزراعة، من أجل تحسين النظام الغذائي الجزائري. شكرا لك سيد عمر زغوان المدير عام المعهد التقني الزراعي الواسع التابع طبعا لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية على كل المعلومات التي تفضلت بها. شكرا لكم على هذا الانفيتاسيون كما نقولوا حنايا يعني استضافة، وان شاء الله يكون في المستقبل يعني انتاج كبير ونأمنوا الغذاء للمواطن بصفة يعني كما نقول طبيعية ولا تجودة عالية ان شاء الله. شكرا لك انتم مستمعين في كل مكان، نشكركم على حسن المتابعة، متابعة طيبة لبقية برامج القناة الأولى خاصة اليوم المفتوح الخاص باليوم العالمي للتغذية. السلام عليكم.